النهارده روي فيتوريا في المؤتمر الصحفي للمباراه قال ان احنا في مرحله بيتعين علينا فيها بذل كل شيء للفوز بالكاس، وقال ان احنا هدفنا الفوز بكاس الامم الافريقيه. لما بيقول هدفنا هو مش بيوعد، بس بيقول ان ده هدف احنا باصين له وان شاء الله نوصل له. وقال ان دي مهمه كبيره هنعيد بيها الكاس ان شاء الله لمصر. تعال نشوف جزء من المؤتمر الصحفي لي روي فيتوريا ونرجع نكمل. نحن نشارك في هذه البطولة العظيمة، ندرك تاريخنا في المسابقة حيث فازت مصر بالفعل 7 مرات بكأس الأمم الإفريقية. لدينا مهمة كبيرة، نحن فريق يتمتع بالتزام وعزيمة كبيرين، نؤمن كثيرا بقدراتنا اللاعبون، ونحن أيضا نؤمن بعملنا. هدفنا واضح، يجب أن نتنافس في كل مباراة باعتبارها نهائي منفصل. نحن نلعب كل المباريات مثل النهائي، ويجب أن نترك كل شيء في الملعب. يجب أن يكون فريقنا قوي للغاية في جميع المباريات، وهذه الطريقة هي التي نتعامل بها مع المباراة تلو الأخرى. نحاول أن نتقدم في العمل الجاد في كل مباراة من أجل الفوز. يمكننا أن نقدم أفضل ما لدينا ونفوز بالمباراة بأفضل طريقة ممكنة. السنة اللي فاتت مثلا ما بدأناش كويس، بس عرفنا أخطائنا وحاولنا نرجع ونوصل لأبعد مرحلة وصلنا لها، بس الحظ ما كانش محالفنا. السنة دي إن شاء الله مركزين من أول ماتش، ماتش موزمبيق مش ماتش صعب جدا، مش ماتش سهل. الكرة عامة في العالم اتطورت جدا، وتحديدا في أفريقيا كل شوية في تطور سنة عن سنة، فالمباريات ما فيش في مباراة سهلة. بقى حابين ناخد كل ماتش زي ما قلت لك في الأول البداية، اللي هو عايزين كل ناخد ماتش لوحده، مباراة منفصلة. أهم حاجة تركيزنا كله على 3 نقط إن شاء الله، واللي احنا نكسب.